السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة حيث أنه فيه صورة جديدة واللي ظهر أنه الأشغال ما زالها جارية يعني وضع اللمسات الأخيرة على المدرجات قبل بدء وضع الكراسي، وكذلك تهيئة الأرضية لبدء وضع التربة المخصبة لزرع العشب الطبيعي. إذن هذه هي آخر صور تعود إلى البارحة نتاع ملعب دويرة داخل ملعب دويرة. نخلوكم مع الصور هذه، نعاودوا الصور هذه بدون تعليق تاعي وبدون صورة ديالي، وتشوفوا يعني الصور بكل إريحية. والسلام عليكم.